يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا اعتكاف إلا في 3 مساجد؟ لا، ما أعلم شيء من هذا. يقولون إن فيه حديث لكن لا أعلم شيء من هذا، وإن صح أو وجد فالمراد لا اعتكاف أكمل وأفضل من الاعتكاف في المساجد 3، فيكون من حصر الفضيلة لا من حصر الأصل، يسمونه الحصر الإضافي. نعم.